يسعد أوقاتكم بكل خير وعافية ومسرات أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامج الفرات داركم. راح نكون وياكم بهذا اليوم ولا زالت أجواء الفرح والبهجة وأيضا المسرات متواجدة داخل عوائلنا العراقية الحبيبة. راح تكون عندنا كثير من المحطات، كثير من الوقفات الإبداعية وأيضا الترفيهية بنفس الوقت. قبل ما نبلش مشوار حلقتنا لهذا اليوم، أرحب بزميلتي آمنة وأقولها كل عام وأنت بخير، كوني ما معايدتك يمكن هذه لي أول مرة وجه الوجه. تعايدنا بالتليفون أكيد. بس وجه الوجه لا. كل عام وانت بخير يا ابتسام، وكل عام ومشاهدينا ومتابعينا ومستمعي أيضا إذاعة الفرات هم بألف خير. كل يوم لا يحصى فيه الله هو عيد، وبالتالي ان شاء الله كل ايامنا عيد وافراح ومسرات، ومع بدايه انطلاقه جديده اكيد من بعد شهر رمضان المبارك اللي هو كان شهر خير وبركه وعافيه، وشهر بنوع من التصالح مع الذات والتقرب من الله سبحانه وتعالى، والتصالح ايضا مع الناس والمحبين ومع ايضا المجتمع. ناخذ فاصل قصير اكيد بعد ان نعود وياكم لنبدا نشر حلقتنا هذا اليوم. الى هناك. من المجتمع العراقي بالنسبة إلى العيد مختلف تماما عن الفئات الأخرى، يعني كنا عندنا عفوية، لكن العفوية اللي وجدناها عند اللاعب أيمن حسين وتصويره مع عائلته في إحدى المتنزهات، وتصويره أيضا وبثه على منصة يعني منصات التواصل الاجتماعي كانت مهمة جدا. هذه وصلنا فكرة أنه كنا إحنا نتعايد وكنا عندنا فرحة وكنا داخلنا طفل صغير يعبر عن فرحته بالعيد لكن بأسلوب مختلف. خلينا نشاهد الفيديو. بعد ما شاهدنا الفيديو كثير من التعليقات اللي ولتنا، كامل هادي يقول ايمن حسين لاعب خلوق ومحترم ويستاهل كل الحب والاحترام، شوفوا تواضع اهله ايش قد حلو، صدق ابن اصل ما غير منطقته وسكنه من صار نجم، واكيد هذا الشيء هو واضح بهذا الموضوع. أكيد هو هذا العيد، تفاصيل العيد، فرحة العيد ممكن ما تكتمل إذا مو هذه الأمور. الشخص اليوم من ياخذ صورة ويا أهله، ياخذ أهله ويطلعون لكذا منتزه لكذا مكان حتى ينفع عن نفسه وعن عائلته بنفس الوقت. قلنا هذه التفاصيل جدا مهمة وتعتبر من الطقوس الضرورية أكيد. اللي لازم نواظب عليها بكل عيد، بكل فرحة وبكل بهجة يا آمنة. أكيد نعم. والشخص اللي ما تعرفه لا تحكي عليه إلا أن تتواصل وياه وتعرف شنو أصله وشنو فصله وشنو طبيعته وشنو أخلاقه. حسن علي يقول كنت أحكي على هذا اللاعب بس شفته مؤدب جدا وخلوق وعلى فطرته ومتواضع، يعني بعد كأس آسيا قمت أحبه. إحنا كنا نحب يعني خلينا هذا الموضوع، الحب يكون دائما مطلق، لنحدده بشخصية أو تصرف معين. نعم يا آمنة بكل تأكيد. ممكن بفترة من الفترات كلنا نتذكر أكو فد حملة انشنت ضد
ضد هذا اللاعب أيمن حسين، لكن بعد فترة تغيرت الصورة النمطية، تغير التفكير اليوم لأغلب المواطنين تجاه هذا اللاعب، بدأوا ممكن يآمنون بموهبته، عرفوه من خلال تعامله، تصرفاته، أخلاقه، بالتالي قدر يثبت نفسه وأيضا يغير كل هذه الأفكار السوداوية اللي كانت موجهة ضده للأسف الشديد. وبالتالي احنا نقول لا تنهى عن خلق وتأتي بمثله، عار عليك إذ فعلته عظيم. عندنا الترند الثاني اللي هي خطوبة أمير العماري اللي هي كانت خلال أيام عيد الفطر المبارك، وكثير من الأعراس والفرحة اللي شاهدناها من خلال ثلاثة أيام العيد، وأكيد من بعدها كثير من المناسبات الحلوة اللي جمعت العراقيين تحت راية واحدة وتحت سقف واحد وتحت سفرة واحدة. خلينا نتابع هذا الفيديو بعد كده نرجع وياكم، خليكم ويانا. إذن بعد ما شاهدنا أجواء الفرحة للاعب أمير، جمالة كريمة تقول ألف مبروك يا رب السعادة والزواج وزواج الدهر لأمير العماري، لاعب محترم وشاب عراقي نفتخر به، يديم هذه الفرحة وعلى كل العراقيين يا رب يديم الفرحة والمسرات. عندنا جيد جاسم علي يقول ما تشوف غير السعادة وراحة البال، تستهلون الفرح لأن أنتم فرحتوا ملايين العراقيين، يا رب زواج الدهر وبالتالي الفرحة دائما ما تعم أهلنا وناسنا بكثير من المباريات والأهداف اللي سجلوها. صار العيد بعيدين يا آمنة على اللاعب أمير العماري. فعلا مثل ما قلتي يعني قبل قليل، ممكن البعض حرص انه تكون حفله زواجه او خطوبته خلال هذه المناسبه، مناسبه عيد الفطر، حتى يكون الفرحه فرحتين، الفرحه فرحتين، وحتى ما يوزع كيك وعصير، لا هالمره يوزع كليتشه وعصير، يغيرها كيك وكليتشه وعصير وياها عشاء، والقرايب موجوده ولمه الاحباب والاهل، اللي ماكو احلى من يمها. ونسال الله سبحانه وتعالى بكل مره بكل مناسبه انه يديم هذه اللمه، يديم الموده، المحبه، الرحمه بيناتنا، لان فعلا ممكن يعني بكل مره بكل فرصه بكل مناسبه ناكد انه الازمات هي اللي تبين معدن الشخص. اليوم انت اذا مو اهلك وناسك واقاربك حواليك ما راح تحس لا بقيمه نفسك، ممكن ما راح تحس بقيمه الفرحه اللي انت تعيشها، فعلا ما تكتمل الا بهذه التفاصيل يا آمنة. نعم. عندنا جوله جولة عالم سوبر مان، هذه الجولة مميزة وجميلة جدا، خلينا نتابعها سوية بعد كده نرجع وياكم، خليكم معنا. في هذه الجولة والتجربة التفاعلية الفريدة التي توجد في مكانين في العالم، الأول في اليابان والثاني في لوس أنجلوس، الذي تم افتتاحه في 13 من فبراير عام 2022، افتتاح سوير نينتيندو، ثاني تجربة تفاعلية تتمحور حول عالم ماريو. أما في اليابان حيث فتحت هذه الحديقة الترفيهية في اليابان يونفير سال اليابان، مستهدفين فيها الجمهور لخوض تجارب تفاعلية بشكل مطابق لما تراه في الألعاب الافتراضية. كلفت هذه الحديقة نصف مليار دولار للبناء وأكثر من 6 سنوات للتطوير. من خلال هذه المدة الطويلة في التطوير والمبالغ التي صرفت على هذا المشروع كانت النتائج رائعة، حيث نقلت اللعبة من العالم الافتراضي إلى الواقع، وأصبح لهذه الحقيقة عالم آخر للممارسة بشكل تفاعلي، حيث سنرى في هذه الجولة نسخة تبقى الأصل بالحجم الطبيعي لأشهر ألعاب نينتيندو، وهناك مغامرات يوشي وقلعة باوزر وقلعة بيتش وشخصيات شهيرة. ومثل ما هو الحال في ألعاب فيديو ماريو، ستحصل على سوار الطاقة وخارطة للمكان تحميك الضياع داخل هذا العالم الكبير،
وبعد الخريطة والأساور التي ستقوم بربطه في معصمك لتحصل على نقاط في تطبيق ماريو الذي تستخدمه في اللعبة الافتراضية على هاتفك. بعد أن تخوض المغامرات بنفسك وتحقق الأهداف المطلوبة منك، ستحصل على نقاط تستخدمها في الألعاب الافتراضية، كمثل تجربة ستخوضها في تحدي كوبا وسباق ماريو كارت الواقعي عبر قلعة باوزر. من جديد حياكم الله أعزائي المشاهدين، ويسعد أوقاتكم بالخير والعافية بعد ما شاهدنا هذا التقرير المميز واللي كان بصوت يا آمنة. كان سوبر ماريو مو سوبر ماريو. صحيح يعني. زين، احنا اليوم نتكلم عن موضوع جدا مهم اللي هو التعليم عن بعد، وأيضا أساليب التحديات الصعوبات اليوم اللي تواجه ممكن الأساتذة وبنفس الوقت الطلبة. قبل ما نتعمق بهذا الموضوع وأيضا نخوض بتفاصيله بشكل أعمق وأوسع أعزائي المشاهدين، راح نروح نشاهد هذا الريبورتاج عن محور حلقتنا أو عن ضيفنا، وبعدها راجعين، خليكم ويانا. بعد ما شاهدنا هذا الريبورتاج الخاص لأستاذ مهم جدا ومميز بطرحه، وأكيد لما لأكثر من 250 طالب بشكل مجاني. لو سألتيني عن هذا الموضوع، يعني لأن احنا اليوم عندنا طلاب داخل البيت من بكالوريا وخلي نقول المراحل الاعتيادية، أنا بالنسبة لي حاليا من بعد كورونا ولحد الآن الاعتماد كليا صار على موضوع التدريس من خلال اليوتيوب. لأن أكو أكثر من مدرس، أكو أكثر من أستاذ، أكو أكثر من مدرسة وأستاذة أيضا بهذا الموضوع. ممكن تلخصش كثير من الأمور، المواد اللي كنا ناخذها يعني قبل 2003 هي مختلفة جذريا عن المواد اليوم اللي يدرسها الطالب، فتحتاج أنه أنت تدرسيها. فتقولها للطالب روح شوف المادة عند أي أستاذ موجود على اليوتيوب، شوف أسهل طريقة ممكن أنه أنت تستند بها وتدخل لدماغك وتفتهمها بشكل مباشر. فعلا أنا شفت بها يعني نجاح، فائدة كبيرة، نجاح بنسبة كبيرة جدا. هذا الموضوع عنا ممكن انتشر وتوسع بعد جائحة كورونا، نشوف كثير من الأساتذة، كثير من المؤسسات التعليمية ممكن التجأت لهذا الموضوع، الدراسة عن بعد، شلون يفتح اليوم جروب أو يسوي فد رابط معين يدخل من خلال الطالب، نعم منصة خاصة يدخل من خلالها الطالب حتى يتعرف على المادة المطلوبة من عنده أو المادة اللي مطلوب هو ممكن أو مطالب بها بعد مدة أنه يمتحن بها. فشاهدنا كثير من الأساتذة الصراحة ثبتوا جدارتهم رغم اليوم ممكن وجود العوائق الرئيسية اللي واحد منها هو صعوبة الانترنت، وصول الانترنت وممكن التواصل عن بعد أيضا يسبب شرخ كبير ما بين الأستاذ والطالب. راح نتحدث بأكثر مع الأستاذ حيدر الكندي. حياك الله أستاذ حيدر، نورتنا ببرنامج الفرات داركم ويسعد أوقاتك بالخير والعافية، سعيدين بتواجدك. يا هلا ست ابتسام، يا أهلا، كل عام وانتم بألف خير. وانتم بألف خير، أهلا وسهلا. بالبداية 25 ألف طالب مجاني. حملة اللي هي سميتها حملة حيدر الكندي. نعم. محتاج كل طالب من عندنا، يعني كل طالب يوجه العلم. أنا أعتبر نفسي طالب علما للمعرفة. نعم. اليوم كمدرس، كمدرس تابع إلى وزارة التربية، شنو أنا اللي إمكانيتي أسوي كمدرس تابع للدولة؟ أنا محسوب على الدولة، فأي حركة أسويها هي من ضمن واجباتي أنا. يعني ما يحتم علي شخص يقول لي سوي كيت وكيت. أنا مدرس بس مو فقط بمدرستي. فانطلقت هذه مثل ما تفضلتوا بعد جائحة كورونا، بلشت المدارس وقفت. نعم. العملية شلون تتم؟ عبر الانترنت. صحيح. عبر مثلا اليوتيوب، عبر التليجرام، فبلشت تتطور إلى وصلت ذروتها
وصل إلى التعلم كل واحد باستطاعته يتعلمه هو قاعد بيته. توفير وقت وجهد. بالضبط. نعم. توفير وقت وجهد بالإضافة اليوم كثير كثير من بناتنا ما يقدرون يطلعون باب البيت لسبب لظرف ما. نعم. ما يقدرون يروحون معهد لظرف ما. أعداد كثيرة تركت التعليم بسبب النظام السابق. نعم. الحروب السابقة غيرها وغيرها وغيرها. الوضع الاقتصادي، الوضع المادي اليوم للعائلة العراقية أيضا ما تسمح ممكن أحسنت. للأب والأم يدخلون ابنهم كذا مادة. بالضبط. هذه بالله منتهي من عندها، هذه مسألة أساسية. اليوم اللي يقدر واللي ما يقدر يقدر يتعلم. جيد. يعني ماكو عذر. اليوم مثلا كثير من المدرسين، مو بس حيدر الكندي، كثير من المدرسين فاتحين قنواتهم منصات بهذا الشكل اللي هو الشكل المجاني مثلا. حلو، خلينا ننطلق للموضوع جدا مهم. يعني انا اليوم كأم لطلاب، عندي 3 طلاب بالمدرسة، اكو اختلاف بين واقع تدريس داخل المدارس بين الواقع الواقعي والواقع الالكتروني بالتدريس داخل المدارس. داخل المدارس يعني إرادة تغيير جذري بما فيهم حتى المتحدث. يعني شلون داخل المدارس تغيير جذري؟ عندنا يبلش الدوام 1/9 زين، نظام عراقي 1/9 اذا نعم، نظام متزن 1/9. وزارة ما تقدر تحقق لي 1/9 نبلش؟ اول اقول ليش اقول لك اذا بلش 1/9 النظام راح يصير مستمر حلو مرتب، منهج كله يكمل على حسب الاصول. بس انت كوزاره توصل بيك تعطي دور ثالث شهر 11 ممكن ننتقل لهذا الموضوع، لكن انا بدي اعرف انه واقع التدريس داخل المدرسه يختلف اختلاف جذري وواقعي عن التدريس داخل المواقع التواصل او الالكتروني. خليني افهم هذا الموضوع، يعني الاستاذ اليوم اللي ينطي الماده داخل قاعه الصف يختلف اختلاف كامل عن الماده اللي ينطيها بالدروس الخصوصيه. يعني اكو اختلاف، ليش هذا الاختلاف؟ تمام. راح تقول لي 45 طالب، ما هو عند ايضا داخل البيت 20 طالب او 25 طالب. هنا يعني التدخل مباشر الشرف المهنه. حلو، هاي النقطه الرئيسيه. يعني اليوم كل اعتزازي وافتخاري بالمدرسين الشرفاء. اليوم أنا واحد من المدرسين مهنيا 15 سنة بالمدارس، بس قدام البث المباشر إذا طالب واحد من مدرستي، أنا ما أخذه خاص، من مدرستي طالب واحد من مدرستي، يعني هذا شيء مستحيل يجي يكتب عليك. ما يكتب عليك بالضبط. فهذا الشيء قطعا ما أخلي حرصت على هذا الشيء الموضوع. قطعا ما أخلي. تختلف السلوكيات، انت طالب ماخذه بالمدرسه تاخذه هنا. شنو الفرق؟ انا كعن نفسي كل الاعتزاز باقي المدرسين، ما انكل بشخص اخر، بس عن نفسي. يعني انا شو اقدم للطالب؟ يعني اذا اخذه بالمدرسه واخذه هنا معناها اكو فد شيء حلقه اللي هي شرف المهنه. نعم. هنا اقدم عفوا وهنا اقدم، وقت عذر. صح جيد أعتقد. طيب اذا انطيت ممكن حصه بسؤالي لحملتكم، هذه الحمله الكبيره اللي ممكن كلفتكم وقت وجهد، كلفتكم افكار خطط معينه. اليوم انتم كاساتذه داخل هذه الحمله، يقع على عاتقكم اليوم صناعه المحتوى. شلون اصنع اليوم المحتوى، اقدم فيديو لهذا الطالب حتى يوصل الفيديو بكل سلاسه بكل مرونه ممكن يدخل عقله، وايضا شرح الماده واسلوبك انت كاستاذ. انا ممكن يعني شايفه بعض الطلاب، من اقعد على سبيل المثال اخواني او خواتي، يقدم الفيديو شاف اسلوب المعلم او المدرس شده من اول 4 جمل 5 جمل، كمل الماده وكمل المحاضره. صح. على حسب الاصول، ما عجبه وشاف اكو ممكن اسهاب بالموضوع، اكو ممكن استرسال لمواضيع اخرى او غيرها من الافكار، اكيد انتم تعرفوها استاذ حيدر، مباشره غادر البرنامج باكمله. صح. باكمله غادر. فشلون تتعاملون ويا هذا الموضوع؟ انا نصيحتي للطلبة اثنينهم اللي نوعين، الحضوري والالكتروني، نصيحتي لكم اساس
تتوجه على فيديو أو على محاضرة هو التركيز. اليوم أنت على سبيل المثال قاعد بمحاضرة بالصف وتريد توصل إلى قناعة بأن أنت فاهم وتمام، أول شيء بعيد عن الموبايل، جيد. ثاني شيء بعيد عن الأفكار الخارجية، ثالث شيء بعيد عن اللي بصفك، كأنما أنت والمدرس فقط. هذا وين؟ داخل قاعة الصف. داخل قاعة. نجي للإلكتروني. الإلكتروني بيه أمور جدا روعة، أنا أسميهم بناتي، أكو حتى كبار بالعمر. نعم. بس العمر عندي 18 سنة لطالبات الإلكتروني. نعم. ما عندي عمر أعلى من 18 سنة كذا، لا، هذا العمر ثابت عندي. سبب ليش؟ أول شيء ماخذين نظرة عن، احنا قلنا نرجع حملتنا أساسية العودة للدراسة. عودة للدراسة بسبب اللي ظروف، فتشوف نفسها وهي قاعدة بالبيت وهي تدرس. زين، هذا الموضوع عذرا على المداخلة، شمل الطلبة اللي يدرسون خارجي، اللي يدرسون مسائي، اكو يعني مجموعة من الطلبة او فئة من الطلبة للأسف الشديد يقول لك انا محرومة من المدرسة، محروم من ابسط ممكن الوسائل اللي طورني اللي ممكن تعلمني. فهذه الفرصة كانت متاحة بحملتكم لطلبة الخارجي، للطلبة المسائي ممكن ما يقدر ياخذ كفايته من المادة خلال 30 دقيقة او 45 دقيقة، شي يقدر يشرح للمدرس. تمام. الحملة هي اساسها لبناتي طالبات الخارجي. يوم انا كرجال، نعم، ما شاء الله عندي مقاتلين. نعم. عجبه يدرسون الكتروني. حلو. ثالث وسادس عندي عندهم ورش عمل، عندهم اعمال كذا ويدرسون. ممتاز. انا صفه خاصه علما لبناتي طالبات الخارجي. انت ذكرت العودة للمدرسه. ذول قاعدين بين اربع حيطان، ذول عندهم كل واحده خمس ولد، خمس بنات كذا، يعني عائله يعني. جيد. التزامات بيت كامل. فوق هذا يسمعوهم كلام اللي هم انتم كبار، بعد ما شاب وصل ودوني بعد ما شاب من هالامور هذه، تخيلوا. نفسيا تعالجون هذا الموضوع؟ رقم واحد بالعراق انا. زين. نفسيا. من فضل رب العالمين. يجيك الطالب مكسور انه سمعت اخويا او ابويا او الزوجه تقول لك انا سمعت زوجي، فشلون تتعامل وياهم؟ هذا تعامل وياه بث مباشر. يعني ما نقول يومي، بين يوم ويوم كذا. على قناة التليجرام، قناة التليجرام باسم حيدر الكندي، بيها يعني تحفيز طاقة، حماس، شغف. اليوم أنت تريد تتوجه على شيء، اليوم هسه أنا جاي للاستديو، عندي نقطة من الاستديو مالتي للاستديو هذا، عندي هدف. جيد. بناء حياتنا لازم موجود هدف. حلو. خلي بعد هذا الهدف، كنا احنا نريد مكسب ثاني للرزق. تمام. فهسه السؤال اللي قد ينطرق داخل ذهن اي شخص، شنو الفائده؟ شنو الفائده؟ اي انت تاخذ راتب من الدوله. أه. ومن بعد تقدم مجاني، شنو الفائده من المجاني؟ تمام. الفائده من المجاني راح تتفاجئون بصيغه وتركيبه المجتمع العراقي. اليوماني عندي مجاني، صح؟ يدخلوا لي طلاب وطالبات. لا، نريد مو بمجاني. ركز وياي. ما نريد مجان. سبب ليش؟ سبب مساعدة الحملة، بس ما يقول لك اياها بشكل مباشر. انتم اليوم عارفين احنا بالعراق اكو طالبة ما عندها قلم؟ اكو. ما عندها دفتر؟ اكو. ما عندها كتاب؟ ابسط من يساعدهم؟ الزامات ماكو. من يساعدهم؟ اذا مو عندي وانت تساعدهم ما حيساعدهم. احسنت. فهذا تصير منهم واليهم، بس بطريقة مو للعلن، والله نطيت لفلان او لفلان، لا لا ما اذا خلينا نقول تمشي على موضوع سيره امير المؤمنين سلام الله عليه، انه من تنطي بالايد اليمنى الايد اليسرى لابد ان هي متعلمه. وان يكون انت وضعك المادي وسط دون الوسط جيد، بس هذا ما يمنع. ما كان لله ينمو. سبحان الله، هم الطلبه انفسهم يعني يجي هو عارف بانها ويجيك ويا المجاني. شخص ابو لأن ذكرت أنه يعني أنت عندك أبو الخاص يجي المجاني. شوف المقارنة، هذا دلالة على تركيبة الشعب العراقي. تركيبة يعني إذن هذه ما شاء التركيبة الله. المجتمع العراقي هو مجتمع طموح، مجتمع يحب الخير، مجتمع نشمي.
بالضبط مأثرة فيه ملوحة تلقاها. اكو حملات اليوم احنا بكل مجال بكل ميدان ندخل نلقى اكو حملات مشرفة حقيقة، وحملة حضرتك من الحملات الكبيرة جدا اللي استغربنا انه هذا العدد الكبير من الطلاب تقدر تحتوي بمعلومتك باسلوبك خلينا نقول تعاملك الخاص مع هذه الشريحة المهمة وهذه الفئة المهمة. خليني ابقى يم نقطة الصعوبات اللي تواجه الطلاب. قبل قليل ذكرت انه بعض الاهالي للاسف الشديد داخل البيت يكسر الابن او يكسر البنت او يكسر الزوجة اللي مقدمة على الخارج انه وين تريد توصل، يستهزئ بالموضوع. واجهت موقف من هذه المواقف بحيث ممكن هذا الموقف خلى الطالب او الطالبة يتركون الدراسة؟ تمام، احكي لنا عن المواقف. المواقف نسمع منه. تمام، كمواقف دائما انت تكون بعيد عنها، بس تسلط كلامك المن على مود الشخص المعني يسمع. المعني يسمع بان التعلم والعلم من ائمتنا رافض هذه الفكره. اعطوني واحد اكو نبينا عليه افضل الصلاه والسلام هو متمنى العلم، فمن توصل لفكره تصير هذه الاحداث، بس انت ما تتعمق بها لظروف اجتماعيه هي خاصه بهم. جيد. بس مجرد توعيه، شلون اتعامل مع هذه الطريقه؟ نعم. هل اتعامل بالقوه؟ لا، اتعامل باللين. سبب رفض اخ اب زوج زوجه اقول اني سبب مني مو هو. ليش؟ شنو التعامل اللي انا مسوي وياه؟ لو كان تعاملي صح كان المقابل شنو؟ فهمت، يعطيني تعامل صح صحيح يوثق بي ويخليني اتطور. لكن اكو خبر العصفوره قالت لنا انه وحده من الطالبات المقاتلات دخلت خاص وقالت لك استاذ حيدر انا ما عندي ومجبره انه انا اتعلم لكن حالتي الماديه ما تسمح لي. انت بالمقابل شنو اللي قابلتها؟ انه تدخلين ويا الجروبات الخاصه منا الى يوم الامتحان بشكل مجاني. صحيح هذا الموضوع؟ ما اريد اقول استاذ حيدر داخلين بس احنا يعني انت من باب انه انت تريد تحافظ على هذه الخصوصيه، لكن احنا من باب التوعيه لكثير من الاساتذه. تمام، مو بس حيدر الكندي حقيقه يعني ابدا، مو بس حيدر الكندي، لو كانت ست ابتسام ولا ست امنه بمكان حيدر الكندي ايضا راح تسوي الافضل والافضل. تتعامل بشكل ابوي؟ ايه تعامل ابوي. عندك اطفال؟ اي عندي لاموره صف سادس ابتدائي. صلاح ما شاء الله. لا مار صف سادس ابتدائي. الله يحفظهم. الله يسلمك. انت تتعامل بشكل خلينا نقول يوم لك ويوم عليك من باب انه انا ساعد اليوم الاشخاص اللي ما اعرفهم، لان جوز باكر عقبه انه قد تقابل بنتي او ابني شخص ما وتحتاج مساعده. صح. فاليوم اللي ساعده باكر عقبه يساعد بنتي او ابني. هاي العصفوره ما شاء الله عليك. اي بالضبط انا ذاكر هذا الشيء، قلت هسه مثلا بالمناسبه هذا من عندي، لان انا اتعامل بهالشكل هذا. عاشت ايدك. يعني هسه نطلع من هنا، الاعمار بيد الله. تمام؟ فنقول رحت الدار حقي عندي بنت. نعم. راح تحتاج مدرسين ولا لا؟ اكيد تحتاج اكيد. فانا على يقين راح يوقفوا لها اساتذه افضل واحسن. وجوز حتى مو مدرسين، يجوز تحتاج شخص خلينا نقول عونه لها، وقفت بها سياره، تحتاج عونه بالبيت. فانت اليوم احنا العونه اللي نقدمها مو خلينا نقول حصر لمجال معين، وانما انا دائما اقول ما كان لله ينمو. كل شيء اليوم اللي اقدمه للشخص الله يرجع لي اياه بشكل رسائل، ان كان بشكل رسائل مخفيه او برسائل واضحه. بالضبط. هدف الاساس لهذا كله هو جعل كل عراق وعراقيه متعلمين. حلو. اليوم يعني شاهدت تقرير عن غزه. تعرفين يعني شنو غزه؟ سنت. لحد الان اطفالهم دا يتعلمون صح. المعلمات اللي موجودات داخل غزه مسوين حلقات للاطفال، غزه ما عندهم شخص ما متعلم. تخيلوا فصاحه اللسان اللباقه. سنت فعلا هذا اللي شاهدناه من بدايه الحرب ولحد هذه اللحظه. فصاحه اللباقه اللي موجوده فعلا. شنو هالاطفال؟ شنو يعني ما اعرف والله، يعجز اللسان عن وصفهم. اما احنا اما
عن قصة مرتضى، هم يجوز اللسان عن وصفها؟ لا تسوي لي كاتبين أنا صد حيدر، لا أنا نسولف إياها. هاي العصفورة لازم نقصقص جناحاتها ورا الحلقة. أي مرتضى؟ بتغشش أي أشياء مهمة. مرتضى اللي وياك أيضا بالحلقات الخاصة. مرتضى مقاتل بطل. أي شنو قصته؟ أي شلونكم؟ لا أنا ما أسوي كات. إحنا ضروري نصدر هذه القصص المؤثرة، القصص اللي بيها نوع من النجاح والتحدي اليوم للمجتمع، حتى تكون حافز. ممكن أكو ناس هسه منتظرة من يمك جملة أو كلمة معينة، أو هذه القصة هي منتظرتها حتى تكون لها دافع. تمام، يعني أدعي يعني دعوة خاصة للقادة الأمنيين. هسه إحنا بمرحلة امتحانات. زين. يعني هذه نعتبرها مناشدة لهم. بالحس الأبوي عندكم، عندنا طلاب كثير من طلبة الخارجي حاليا منتسبين سواء وزارة الداخلية دفاع، فهم موجودين. نعم. فهو من أرض الواجب مالته يخلص واجب، مقاتل صحيح، يخلص واجب. نعم. يجي يتحضر، يعني تخيلوا اكو فيديو اكون مطيكم اياه تطلعوه، يعني متحضر موجود على الصفحة. خلاص موجود، اخذ اليوم انشره. موجود يتحضر ملابسه العسكرية ويحضر المحاضرة. المحاضرة يعني هذا مقاتل. شفت عنده اصرار وعزيمة. مقاتل اثنين. زين ليش ما سألته شو السبب اللي يعني شنو اللي جابرك على المر؟ هذا غير الامر منه مو تمام. بس هذا احنا ما نسمي مر نهائي. لا احنا في كل الحياة مالتنا احنا دائما الامثال تضرب ولا تقاس، وبعض الامثال تضرب وتقاس بنفس الوقت. الامر فعلا هي حياة مرة، فتحتاج انه انت اليوم تحليها. صح. اما انه انت بوجود عائله حلوه او بدراسه ممكن تحقق من عندها جزء الى موضوع رتبه معينه، هو يريد عمليه تدرج ايضا بالضبط. اي هذا هدف. اذا رجعنا لمن؟ نعم. للحلم. للهدف. هسه انت مثلا على سبيل المثال ست ابتسام، معقوله تريد ما توصل للعالميه كمقدمه برنامج؟ اكيد اكيد. وراح توصلين ما طول انت زارع فد شيء. نعم. ببالك وراسمه فراح توصل. فالأخ مرتضى مقاتل من الدرجة الأولى سواء بالرياضيات أو بساحة المعارك. الله يحفظك. ننتظر من عدة درجة تنمية بالوزاري إن شاء الله. هو هذه السنة سادس؟ هو هذه السنة ثالث. ثالث جيد. ثالث خارج ما شاء الله. ثالث خارج يعني قصص نجاح. نعم. مو طبيعية. قصص نجاح مو طبيعية خلال هذه الرحلة من الخارجيات. نعم. مدعية عامة من الخارجيات. مدرسات من الخارجيات، مجموعة طبية ما شاء الله رقم واحد. الحملة صار لها 5 سنوات، وهذا الحصاد اللي حصدته كحملة انطلاقتها علني بشكل علني. نعم. على مود اكو يعني كليكات لازم نضربها. السنة انطلقت بشكل عملي جيد. سنة. أما السنوات الماضية موجود أكو السادي درس مجاني. نعم. أكو السادي درس مجاني هيك يعني تصير يعني أكو. لكن اللي تميزتوا به ممكن العدد. 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 عدد يبقى. الطلبة. أيوه. وأيضا طريقتكم أيضا كانت طريقة خاصة. إحنا أستاذ حيدر سعيدين بالحديث وياك عن هذا الموضوع، لكن نريد من يمك تترك رسالة أخيرة اليوم لكل عوائلنا اللي عندهم طلبة داخل البيت، وشون يتعاملوا وياه من الجانب النفسي، من الجانب ممكن من كل الجوانب خلينا نتكلم. وأيضا رسالة أيضا للأساتذة يعني. تمام. الأساتذة هم أكبر من عندي، وأكيد هم وحدهم رسالة خاصة. ما يتوصل. لكن البعض للأسف الشديد إحنا قلنا ممكن أن خليت قلبت، مثل ما أكو أستاذ حيدر هو نموذج للأستاذ القدوة، الأستاذ الصالح اللي يدعم وأيضا يساند الطلابة. شفنا للأسف الشديد بعض الأساتذة يفقد للأساليب البسيطة اللي ممكن يتعامل بها مع طلابة بالطرق الغير إنسانية، بالطرق الغير أخلاقية، السب، الشتم، أحيانا ممكن يتنمر على الطالب، اقعد انت غبي، انت كذا، انت كذا. فاليوم نريد نترك لهذا النموذج من الاساتذه رساله. تمام. راح اترك رساله للنوع الثاني من الاساتذه. نعم. اللي تركوا شرف المهنه. نعم. رسالتي هي لهم، جايكم
نقول عليه سيف ذي الفقار. يعني بعد انسى مدرس او مدير مدرسه ياخذ رشوه. زين. تحت قاعده عالميه راح تطبق بالعراق. جيد. تنطلق باذن رب العالمين من المرجعيه باذن رب العالمين. فتمادوا هواي. تمادوا هواي. مصيرهم ان شاء الله نعرف احنا وين مصيرهم؟ مكانات مظلمه مثلهم. فالسنوات الاخيره نعم. من مدراء مدارس مدرسين هذه الفتره هسه احنا بهذه الفتره عوائلنا يعرفون هذا الشيء يساموهم على دخول بفلوس صح فان شاء الله البعض ممكن ما يحلل خبزته داخل المدرسه يقول له تعال للمعهد او للمكان الخاص حتى اني اشرح لك بشكل يسوي خاص احسنتي هسه صارت هنا. تجاره صارت الله يبارك بكم طبعا قناة الفرات أنا ممتن لكم فتحت أبواب لقنوات أخرى والله العظيم احنا نشكر حضرتك هذا واجبنا يعني ما شاء الله عليكم أبواب كثيرة جدا داخل العوالي العراقية وأنا منهم اللي دائما ما أقول له أقول لهم عندكم آيباد عندكم تليفونات أو أكو أساتذة موجودين على اليوتيوب قد الأستاذ أو المعلم ما قدر ينطي حق الدرس داخل قاعة الصف لأسباب معينة ممكن أنت اليوم تلتجئها وتستفاد من هذه التكنولوجيا اللي تم تصديرها إن لكن استفاد من عندها بالشكل الصح وشاعر دائما ما يقول أنه العلم يبني بيوتا لا عماد لها والجهل يفني بيوت العز والكرم أحسنتي. شكرا جزيلا أنت مناشدة قبل كل شيء هذه مناشدة راح نسميها المراجعنا الكبار حلو تمام عندنا حملة العودة للدراسة مع عراق أفضل مناشدة إلى كل شريف في هذا البلد من الرئاسات الثلاثة تحت قاعدة بالعلم تبنى الأوطان يعني عندنا مادة قانونية اللي هي مادة 34 من الدستور العراقي أولا التعليم عامل أساسي للتقدم المجتمع وحق تكفله الدولة هو إلزامي في المراحل الابتدائية نعم والدولة تتكفل مكافحة الأمية ثانيا التعليم مجاني حق لكل العراقيين في مختلف المراحل ركزوا على كلمة مجاني اليوم طالب الخارجي من يريد يدرس نعم يحتاج مصاريف كثيرة صح. تمام فاللي مطلوب يعني مناشدة واحد اطلاق منحة دراسية طلبة وطالبات الخارجين الدراسة الخارجية تعطى للطالب عند تأهله للامتحان الخارجي النهائي يعني عندنا مو مرحلتين هو يتأهل نعم. هذه منحة ريدة الغاء سنوات الانتظار للأعمار 25 فما فوق دون شرط أو قيد تريد تتعلم اليوم أنا كملت السادس ابتداء وعمري 25 سنة ما ملزمة أني أو أني كرجل أو امرأة انتظر ثلاث سنوات او سنتين على متقدم خارجي على متقدم خارجي هذا الشيء نقطة النقطة الأخيرة أتمناها تسمعوها تسهيل إجراءات التربية للطلبة الخارجين وجعل وحدات خاصة لهم مع موظفين ذو خبرة يعني أنا طالب الخارجي من الراجع تربيته الخاصة سواء بغداد أو بقية المحافظات نعم. لازم يلقى ناس أكفاء يتعاملون وياه حسنتم. مو داير خشم حسنتم. إن شاء بالإضافة نعم. هذا آخر شيء تعامل بعض مديرات ومدراء المدارس للطلبة الخارجين مشين جدا بالتمهيد فعلا. وأكو ما شاء الله عليهم رسائل مهمة جدا هذا نعم. المن المكتب سماحة السيد علي السيساني مكتب السيد مقتدى الصدر مكتب السيد عمار حكيم دام الظلة مكتب رئيس الوزراء رئيس دولة القانون أتمنى لكم كل التوفيق موفق إن شاء الله حيدر تنسمح هذه المناشدة شكرا جزيلا لك أستاذ ستام. حيدر نورتنا يا. وشرفتنا ببرنامج الفرات داركم إذن أعزائي المشاهدين لا زالت حلقتنا وجولاتنا متواصلة وأيضا مستمرة راح نروح لفقرة طاقات شبابية نتعرف من خلال هذه الفقرة على موهبة جميلة جدا اللي هو شاعر موهوب خلينا نشاهد هذا الربورتاج عنه وبعد راجعنا لا كاتل ولا هاد بس ملغطون لا كاتل ولا هاد بس ملغطوني تهموني كوي ذيب يوسف لقوني وخادمكم إذن بعد ما شاهدنا الريبورتاج الخاص لشاعرنا مختلف أكيد ابتسام كان منتمجة ويا الشاعر
حياك الله ضيفنا اليوم. اهلا وسهلا عزيز في برنامج فرات داكم. الله يسلمك. كل عام وانت بألف خير. كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير يا طيب. وانت بألف خير، صحة وعافية وسنة سعيدة على الجميع ان شاء الله. ان شاء الله يحفظك. اهلا وسهلا بك مرة ثانية مقتدى. لا هلا دموعك يا طيب. من محافظة الديوانية قضاء آل بدير، شرفتنا نورتنا. بالبداية نريد نسألك عن وقت دخولك لهذا المجال، المجال الشعري. وقت دخولي يعني قديم كلش يعني. يعني من يعني من اتذكر يعني من يعني انا هسه عمر حاليا 23 سنة. العمر كله يا رب. الله يسلمك. بس يعني بديت يعني كبدايتي كانت سابقا ويا يعني انا اهلي يعني رواديد عندي جيد بيبيتي ملايه. ولهذا انا سالتك بالكواليس على صوتك. نعم قلت لك صوتك اذاعي. انا سابقا يعني رادود حسيني. ما شاء الله. اي فسبحان الله يعني التوفيق هو الهي. فتطورنا بهذا الشيء الشعري فحسيت بنفسي عندي امكانيه روح للشعر امكانيه بالشعر فاستمريت بالشعر. جيد. وبديت اكتب بيني وبين نفسي واطرح قصائدي على والدتي. جيد. على والدي. الله يحميهم. فالحمد لله عندي اخوي الاصغر مني هم شاعر. زين. فالحمد لله توفيق هو الهي. زين احنا نريد هذا الوقت المخصص. نعم. لك نسمع به شعر خادم. تفضل. انا بدايه اهدي لهذه القناه الطيبه، القناه بسلمك. الرائعه. ابيات موروث من مدينه آل بدير. نعم. البيت الاول الى الشاعره الراحله الكبيره غنمه البديري. تقول ما تنسمع رحاي خايب ما تنسمع رحاي بس سيدي الدير اي ما تنسمع رحاي بس سيدي الدير اطحن بقايا الروح موش اطحن شعير. صح لسانك. وللمرحوم تكليف الرحمة الصقبان البديري. نعم. يقول بيدي اوقرضها الفار فجت عباتي يخايب بيدي او قرض هالفار فجت عباتي كل هذا ما هميت وامشي برهاتي. الله صح الله عليك. وايضا بيت موروث لمدينه عفك هي نعم. مدينه عفك المدينه الشاعره. نعم. جارتنا للمرحوم الشيخ حميده السرهيد. نعم. يقول تركض تركض تلم فلوس حسبالك تعيش زين الجفن ما بيجي مثل الدشاديش. الله صح لسانك. وخادمه هاي هاي صوغه للقناه ترى صراحه. يسلمك. احلى صوغه والله. لان الموروث شيء مهم عندنا ترى. احنا الديوانيه احنا مملكه دارن بعد. بس وهاي هديه للقناه ترى صراحه. بس من خلال كلامك وكانه انه انت كلش مايل لديرتك بحيث انه تسمع الله لكثير من الشعراء لديرتك. نعم. عندك شاعر معين انت اليوم من غير ديرتك من غير الديوانيه؟ نعم عندي. تسمع عبد الله الشاوي رحمه الله عليه؟ لا 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 انا عندي شاعر يعني اعتبره هو اللي خلاني اتعمق بالشعر واحب الشعر وهو الكبير الراحل سمير صبيح. الله يرحمه. يعني ابو علي ما اعرف شنو يعني. زين ايش كاتب انت؟ ايش كاتب؟ نريد نسمع ابياتك. متحمسين مقتدى. اقول احبنك خايب احبنك وريدنك بسل عنب ويشوق جامع لك بسل مريض ومنتجع لي بسل اقوم انهض ولا كان مرض بي. حلو. الله. يا خايب احبك دون خلق الله بست احبك دون خلق الله بست يود لسمه او لا عرفا بست او على تواعدنا تواعدنا وجغبشة بالستة الصبح فكيت ريجو خان بي. أقول هلا هلا يا العينك من الله ما كحلة. أقول هلا خايب هلا يا العينك من الله ما كحلة حبك يا المثل وجهك ما كحلة. خايب هلا يا العينك من الله ما كحلة حبك يا المثل وجهك ما كحلة. عيونك والوجن تفاح يا عنقود وصعب تلاح يا عطرك صندل منيهب يا صاف تقول ما يلحب هلا بزلوفك الشقر علي تبعد هواي اضطر ولك يم وحيل لك مشتاق
قل شلون اذا تنضاق اظفرك والجدم يلمع الحور قبالك ويركع عسل وحاطه مرداغ وحكي من الذهب من صاغ يا هو اللي قال لك منك ما كحله سواد الكعبه وعيونك بليه. احسن عندك خلينا نقول موضوع الرد بشكل سريع ممكن اذا يجيك شخص او يعطيك مثلا بيت شعري وانت ترد عليه كارتجالي او مو ارتجالي من البيت الشعري اللي انت كاتبها يعني او ابوذيه اللي عادي. يعني عبد الله الشاوي يقول شيبت قبل الشيب لو شايب شلون الله شو تقول له؟ شيبت قبل الشيب لو شايب شلون؟ انا عندي بيت يعني هم بجاري بهذا البيت يلا نسمعها. قلت له حدبت وانا صغير خايب حدبت وانا صغير واهدل على عيون ومن كثر شيب عليك شايب يقولون صح لسانك كتب ابو ذيه دارميه اول بذيه جاي قريناها لا انا سمعتها يعني اكو الزنجير ايضا لكن احنا الدارمي والابو ذيه لأهل الجنوب اتوقع اهل البصره واهل الناصريه تختلف على اهل الديوانيه بطريقه الطرح نعم الدارمي ديوانيه الابو ذيه ناصريه ولا البصره ولا باقي المحافظات بس راح اقرا لكم قصيده يعني القصيده هاي متعمق بها كلش انا اليوم الشخص اللي يحب من طرف يعني طرف اخر هاي كثير من الشعراء لابد انه يكتب هالابيات الشعريه نعم قصيده هي واقع حال يعني اكو شخص كان يحب اقربائه كلش واقربائه يعني من النسوان وليس من الرجال نعم ف سابقا هو من غير محافظه يروح على شي محافظه بحجه زياره وكذا وهاي فبحجه زياره ومو بحجه زياره بحجه ايه بحجه اخرى بحجه اخرى بحجه الولي فيروح يشوفه زين ايه اكيد فالمهم يتعطل هناك بالزياره هو فيخابر يقول له ما انا تاخرت بالزياره اجي امر عليكم اباد قال تعال هلا بيك ما اطردك عينه غطى عينه فراش ايه بعد ناس عرب هم ايه فهو قاعد بولايه هم بعرف فالمهم تعرفون ديره العرب العرب يعني الناس انه تنهى على هذا الشيء وبتعمك وكذا هاي فالمهم فمن راح وما تقدم لها زين فمن حس ابن عمها بان هذا يحبها وكذا واكو تواصل بينه وبينها زين فهو راح تقدم عليها عمده على عناده اي على عناد هذا اقاربها من النساء تمام فانطها ابوها جبر للبنيه فلس القصيده تسولف يعني حاله تقول ملشومه يا روح هواي ملشومه على ذاك الفقدته وضاعت علوم اي خايب ملشومه يا روح هواي ملشومه على ذاك الفقدته وضاعت علوم الكان قبالي يقعد دوم وتسامر على رسوم ينقط عسل يا محشاه اشحلاته لو قعدت وياه الصح والغلط من عنده مفهومه ملشومه يا روح هواي ملشومه وبعدنا اشتاق له خايب وبعدنا اشتاق له وهواي حنل وعلم من قد ما افكر بيه قمت على المدارس اسمك تبن جمال من الله ومرت وصاف تقول ما يلحب او ساع العيون وناس كهدومه ملشومه يا روح هواي ملشومه وهو بديرتي خايب بعدنا اشتاق له والله بعدنا اشتاق له وهواي حنل ومن قد ما افكر بيه قمت على المدارس اسمك تبن خايب جمال من الله ومرتب صاف تقول ما يلحق وساع العيون وناس كهدومه ملشومه يا روح هواي ملشومه وهو بديرتي بديرته وعلي موش بعيد وإذا ما أشوفك اليوم أحس غربة شلت من القلب يلكم بالدقات على الريق قلت حتى الهوى بدرب هو بديرته وعلي موش بعيد وإذا ما أشوفك اليوم أحس غربة خايب شلت من القلب من القلب يلكم بالدقات على الريق قلت حتى الهوى بدربة أعز من روح عزن بحور ولا أبدلن وحق الله ورسوله بكل شي معصومه ملشومه يا روح هواي ملشومه
او قعدت بالمكان اللي كنا نقعد بي، او قعدت بالمكان اللي كنا نقعد بيه وبحسره ذكرته والدمع وزر. قلت خايب اش بلاها الروح، اش بلاها الروح، وافت ناس ما يوفون تنكر طيبنا والملح ما غزر. ندمه وما لعبته وياه، ندمه وما لعبته وياه، صوته بالقلب خلاه كل هذا الصبح والعقل ما لومه. ملشومه يا روح هواي، ملشومه ملشومه يا روحي هواي هواي شبت قلبك. شكرا جزيلا لك مقتدى، نورتنا بحلقه اليوم. تحياتنا إليك والى كل اهالينا بمحافظه الديوانيه، اهلا وسهلا. تحياتنا لعم رحوم من اهل الديوانيه، كل عام وانتم بخير يا رب. زين الحلقه خلصت وبعتي خلصت للاسف. انا عندي يعني اختم بها لمدينتي. ايش قد وهي انا ما ثواني يلا خلص. اخر ما اقول لمدينتي العزيزه، مدينه الكرم، مدينه آل بدير، مدينه الغيارة، الديوانيه بصوره عامه وخاصه مدينه آل بدير ولايتي، رساله خص نص الى اهالي العماره، خص نص نعم الى اهالي العماره. وانا احتراما لولايتي راح اقوم اوقف واسولف. أنا ابن الولاية، ابن الولاية الما مطفينا يا عمار، خايب أنا ابن الولاية الما مطفينا يا عمار، تشبعك بالهلا من تشبع ليها، القايل معزب ما كبال بدير، نقص تربية هذا يعرف ماضيها، بشت للضيف فارش وكت كثرة عوز، وعزبت بهلا وينذكر طاريها، انا من ديرة بدير وشعب ويصقبان، اذا ما مشت عرف الجود بس كونك تمر بيها، بس كونك تمر بيها. احنا العزبنا الطير الطاير قبل الحطن فوق القاع. تحياتي صح لسانك مقتدى، اهلا وسهلا بك. اذا اكيد ختام هذه الوقفه الاخيره، نعم بهذه الوقفه، وقفه الشعريه ولاهل الديوانيه. وصلنا وياكم الى ختام حلقتنا لهذا اليوم، على امل اللقاء ان شاء الله بكم يوم غد في الف سلامه.